السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على منصة اسمها rebuild.com. دي بيئة تطوير متكاملة من خلال الانترنت، تقدر تخلي المستخدمين يقدروا يعملوا مشاريع برمجة ويشغلوها ويشاركوها من خلال المتصفح. الميزة بتاعتها ان هي بتدعم اكتر من 50 لغة برمجة زي البايثون، زي جو، زي سويفت، زي روبي، زي جافا، سي بلس بلس، جافا سكريبت وهكذا. فهو محرر كود متكامل ومعاه ادوات تحرير متقدمه، زي ان هو يدي لون مختلف للحاجه او في اخطاء او كده، يكمل الكود، يعمل تنسيق تلقائي، بيشغل المشاريع من خلال المتصفح من غير ما تسطب اي حاجه خالص. تقدر تشارك المشاريع مع الاخرين، تقدر تعمل تعاون في الوقت الفعلي، بيقدر يساعد في تطبيقات الجوال سواء الاي او اس او الاندرويد، وفي خطه مجانيه مع ميزات كتيره، ويقدر يستخدمها الناس المتعلمين يتعلموا عليها البايثون او اي لغه من لغات البرمجه، المطورين، المعلمين. فموقع جميل جدا. المفاجاه ان المؤسس بتاعها اردني، المهندس امجد مصعد، وناس كتيره شغالين معاه في شركه عرب. فاتمنى نجرب الموقع دوت ونعتمده في المشاريع بتاعتنا، ندعم اي حد بيعمل مشروع كويس. تمام، انا هقول له دلوقتي انا عايز اعمل بايثون، وبتختار بقى عنوان اللي انت تعمل بيه البرنامج، وتقول له كرييت ريبيل، وتبدا بقى تبرمج وتستمتع بالتجربه. تمام، ان شاء الله لو في شروحات لاي لغه برمجه هتنزل جديد نحاول نجرب الريبيلت ونديها الفرصه بتاعتها ان احنا نشتغل عليها. برنت، هو لازم يعني بنتفائل كده ان اول كلمه تكتبها برنت في اي زياده هلو وورلد. تمام، واقول له ران. تمام، هلو وورلد. فان شاء الله نحاول نعتمد على المنصه ديت. تمام، الميزه ان انت ممكن تعمل انفايت لأي حد من الأصدقاء بحيث إن هو يكتب معاك الكود في نفس اللحظة، يعني أنت بتبرمجوا أنتوا الاتنين أونلاين في نفس اللحظة. ممكن تعمل أسك أي أي، تسأل الذكاء الصناعي، هو أوتوماتيك لما أنت بتكتب أي كود هو بيبدأ إن هو يساعدك ويكمل الكود بتاعك من خلال استخدام الذكاء الصناعي. تمام، في أي أي بيزك موديل موجود أهوت، ممكن تقول له إعمل لي كود معين أو إعمل لي شات بوت معين. فبيقول لي ان الاقوى ان انت تستخدم النسخه اللي تعمل ابجريد، النسخه اللي هي بفلوس، لان ده AI حاجه متخصصه. تمام، هو يبدا يساعدك بقى في ان انت تعمل شات البوت بتاعك.